الله أكبر الله أكبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ملء هذا الوعاء شر على الإنسان، ونصح بالاكتفاء من الطعام على قدر الاحتياج.